مبسوطين؟ كلكم ان شاء الله شطار ومتميزين، وان شاء الله تصيرون يعني اساتذه جامعات. ومن من بيصير طبيب منكم؟ من بيصير دكتور؟ من يبغى يصير مهندس؟ من يبغى يصير طيار؟ ما شاء الله، ما شاء الله، الله يوفقكم جميعا. و عندي اي سؤال؟ مبسوطين؟ يمكن اتفقوا من الحضور والناس اللي دخلوا على وجه. يعني اي جامعة نحاول نساعد، حتى في زيارة جامعة مناسبة. وين بيروح الشباب؟ وين بتروح انت ان شاء الله اذا خلصت؟ تفضل يا شباب، تعال هنا، تعال خليني اخذ صورة معك. تصور معك، تفضل تصور بعدين. تعال هنا، تعال 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 وين بتروح ان شاء الله؟ وين تروحون؟ ها ايوه كذا بنروح، هذه الاسماء اللي نسمعها. سلطان تعال هنا، تعال 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 تعال. المفروض تجي في المقدمه سبحان الله. وقيس شالي معي. الان طالعين امريكا كمان ان شاء الله، بعد ان شاء الله في الصيف. ان شاء الله في الصيف ان شاء الله مع الطلاب. طلعتهم خذوني معاهم. الله يبارك فيك. وين بتدرس؟ بعد الثانوية وين بتروح؟ ان شاء الله يعني MIT. ان شاء الله هذا كل تفكير. ان شاء الله بتروح معالي. انت بتروح ان شاء الله. وانت؟ ها؟ وين محمد؟ اول متوسط. اول متوسط. ما حد خلص الثانوي بس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بتروح. بتروح. ابراهيم. على حسب التخصص. الله يعافيكم. الله ان شاء الله تسوي كويس في تركيا، وان شاء الله يعني تسمع انتاج مميز. احنا عرفنا في تحدي بس ان شاء الله نذر فيه. لا احد ان شاء الله التحدي. بس تعليم جدة اخذت نفس النموذج، بس وجدت صعوبه صراحه في التطبيق، لعل بيئه الهيئه الملكيه مناسبه صراحه. يمكن هي راحت زارت على مستوى مدير التعليم، وفقوا صراحه كشف الوفد التعليمي من تعليم جده، واخذوا التجربه في مدارس حول 3 أسابيع، راح تجربه كامله وطبقت مدرسه متخصصه واستقطبوا فيها دكاتره وافضل المعلمين باردين في المدرسه. بس انا نتائجها ما طلعت الصدق، لعله العمل يحتاج له صراحه. حتى مثلا عندنا اكبر مشاكل الدراسه، زي مثلا الحين اسبوع كامل قعدنا على مدرسه، يجوكم مدرسين يعني ما هم عاجبين في المشاركه مثلا او في الاختبارات. فانا ما كنت نفسي انه مدرسه تكون للنشاط، يعني انها تدعم الطلاب اللي عندهم نشاط كثير. اي لا بس ان شاء الله تعلموا هنا اشياء. ان شاء الله مو خساره. الله يعافيك والله. واشكركم جدا حقيقة، اشكر الفريق كلهم، كل من عمل على هذا المشروع. ما شاء الله حقيقة موهبة، يعني الله يبارك تقود ابداع. الله يبارك. ونبتهر كل الشباب الحقيقة اللي قادوا ينبع كل مكان، اللي قادوا يعني تخريج موهوبين من اللي اشوفه. يبقى سلة خبز المشروع حقيقة. والله حقيقة انا اقول فعلا يعني تستحق الدراسة، ينبع ليها أبدعت وسادة إبداع، ومن كان خلفها إبداع هذا ويستحقون التقدير والتقدير. طيب شكرا. يلا بالتوفيق.